دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس. ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي. حلقة اليوم بعنوان يحدث في الهزيع الأخير. آه عليك يا مازن، بعد سنوات طويلة تعود إلى البلد التي عشقتها وظل الحنين إليها في دمك طوال السنوات التي قاربت الربع قرن. حاولت زوجتك الألمانية أن تثنيك عن الرحلة، فقالت لك أمام بعض أهلك الذين استقبلتهم في دارك بعد أخذ الموافقة من السلطات على استقدامهم بما يسمى لما الشم. أنت تعلم حالة البلد الآن، وهي في أزمة لم يشهدها بلد في العالم من قبل. لماذا تغامر بالذهاب إلى هناك؟ يا عزيزتي، بعض أهلي في المناطق التي تخضع لأولئك الناس الذين لا يعرفون الرحمة ويتغنون بسم الله والله منهم براء. وماذا تستطيع أن تعمل لتخليص أهلك وهم أصروا على البقاء هناك حفاظا على بيوتهم وأرزاقهم؟ قرأت لك رسالة أخي سمير الذي يعمل طبيبا في عيادته ويطبب جراح جرحاهم، وهو على علاقة طيبة مع قادتهم حتى يحفظ نفسه ومن بقي من أهله. سمير ومعه زوجته وأحد أقاربها يقودون لواء منهم ومن رجالهم، وسمير وزوجته قانعان بالإقامة هناك، وقد أرسلت والدتك عدة رسائل إليهما للخروج بعدما ضمن أخوك سيار، وهو مقرب من السلطات خروجهما الآمن. سمير يريدني لأمر هام يتوقف عليه كما يقول حياة أو موت الكثيرين، وربما لم يستطع تفسيرا أو توضيح هذا الأمر بالرسالة. هي رسالة عبر النقال، كان من الممكن أن يوضح الغرض منها. أنا قررت الذهاب وشجعتني والدتي على ذلك، وقد حجزت بطاقة الطائرة. لن أغيب أكثر من أسبوع إن استطعت، فلا تقلقي يا عزيزتي. لا داعي للذهاب يا أخي مازن، سمير مستقر في حياته معهم وهم يعتبرونه جزءا من المشرفين الصحيين
على مرضاهم وجرحاهم. لو لم يكن متضايقا ما استنجد بي يا أختاه. اسمعني جيدا أرجوك، قد تتعرض لخطر لن يستطيع سمير حمايتك منه. أي نوع من الخطر يا قمر؟ ماذا تقصدين؟ خطر من قبل من يتعاون معهم سمير، افهمني يا مازن. خطر من سمير؟ نعم. لا 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 أعتقد أنه يخاطر بحياتي ليستخدمني إليه هكذا بكل بساطة. وخطر من الطرف الآخر غير موجود، لي العديد من الأصدقاء في مراكز متقدمة في الدولة، هم صمام أمان لي، فلا تقلقي يا قمر. كما تحلم، وأرجو من الله أن يوفقك. اسمع أخي، سأجهز بعض الأغراض لأمي لتأخذها معك مع بعض العملة الصعبة. لا داعي للمال، سأخذ ما فيه الكفاية. أنت ما زلت جديدة على العمل هنا ولا تستطيعين التوفير بعد. شيء بسيط فقط أرجوك. كما تشاءين يا أختي. قرأ مازن رسالة سمير من جديد، وهي رسالة قصيرة مقطعة أرسلها على هاتفه لأن الإنترنت مقطوع في منطقتهم. يقول سمير في رسالته: أخي مازن، أنا بحاجة إليك لأمر شديد الأهمية، يجب أن تأتي إلينا. قد أستطيع رؤيتك في منطقة محايدة إذا عاونك من تعرفه من الطرف الآخر. أنا آسف أن أرغمك على السفر إلينا وسط الظروف الصعبة التي نعيشها، ولكن الأمر هام هام. حاول أن تأتي بأقصى سرعة، وكن مسلحا بالإيمان، وأحضر لي بعض المال لحاجة الماسة إليه. ولكن لماذا أنا بالذات وأنا أقيم في بلد آخر بعيد؟ لابد وأن في الأمر سرا. سمير أخي ويحتاجني، ولكن ترى ما هو هذا الأمر؟ وما السر الذي يخفيه سمير عني ولا يقدر على البوح له؟ مازن، لماذا تسرد كثيرا هذه الأيام وقد اقترب موعد سفرك؟ أفكر بالأغراض التي سأحملها معي. ماذا؟ تريد أن تأخذ أغراضا وهدايا معك؟ هذا غير منطقي. ماذا تقصدين؟ أغراض لسمير، وستجتاز الحواجز لتصل إليه مع هذه الأغراض. يا مازن، قلت لك هذا غير منطقي. اسمع، سأرسل ذكارا لأمي ولسيار، وأخذ معك أشياء بسيطة خفيفة كتذكارات أيضا. كل شيء متوفر في البلد هناك رغم الحصار، لا تقلق. ولكن كما أقول لك، أرجوك افهم ما قلته لك ونفذه. اقترب موعد سفرك، 3 أيام فقط. لا بأس لا بأس، أرجو أن يكون سفري موفقا بإذن الله. إن شاء الله يا أخي. سيصل والدي ووالدتي اليوم من ميونيك لوداعك. أهلا بهما. وقد أذهلهما قرار سفرك إلى بلاد تشهد أزمة مرعبة. لا بأس يا حبيبتي لا بأس، سأشرح لهما الموضوع. لو كان لنا ولد لما وافق على سفرك،
ولا منعك منه، وربما لا استمعت إلي. فسفرك مغامرة غير مأمونة لأواكم ما دامت علاقة سمير ومن يتواجد في أحضانهم. لا بأس يا هيكي، هذا هو قدرنا. حسنا، الأمر لك. كان يلتقي بالكثير من القادمين كلاجئين إلى العاصمة وغيرها من المدن، وكانوا يتكلمون عن صعوبة الحياة هناك وقد دمرت بيوتهم، ولكن غالبيتهم كانوا يلقون اللوم على من باع نفسه بالمال ليدمر بلده. حكى له الكثير منهم عن الطريق الصعبة التي اجتازوها عبر بحر سائر وخطر شديد وجوع وخوف واستغلال من مافيا اللجوء كما كانوا يسمونها، ومن بينهم البعض من ابناء البلد الذين باعوا انفسهم للشيطان مقابل استغلال القهر والاستلاب الذي يتعرض له اللاجئ او المهاجر. كنت مع زوجتي وطفلي عامر وسمر، بعنا كل ما نملك وكان المبلغ زهيدا. مسكين، لأن القذائف دمرت بيتنا وقتلت أمي ووالدي، وبدأنا رحلة اللجوء الصعبة. برا أم في البحر؟ سافرت إلى بيروت في البر، ثم بالطائرة إلى اسطنبول، ومن هناك بدأت محنة السفر غير الشرعي. تعرفنا إلى سوري هناك يسهل عبور الناس إلى الشواطئ اليونانية والأوروبية الأخرى، واقتنص منا نصف ما نملك. أعوذ بالله. ثم وجدنا أنفسنا في قارب مطاطي صغير يقوده رجال عابسون شرسون، أعطونا الأوامر بالهدوء والسكينة بأسلوب قاس، ووضعوا الكثير من الناس في القارب حتى أنه ظهر ينوء بثقله. هذا ما يفعلونه، يستغلون حاجة الإنسان للقيام بذلك دون رأفة أو رحمة. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ وما إن أصبحنا في عرض البحر حتى بدأ القارب يميل، وكنت في الوسط مع زوجتي وولدي الصغيرين، عامر في التاسعة وسمر في السادسة. مساكين. ومع ميلان القارب فوجئت بما يفعله الرجال القزاة الذين يقودون القارب. Oh,
الكبير لا مجال للرحمة من أجل إنقاذ الآخرين. هيا ساعدني سننقيه. هيا أرجوك أنا لا أعرف السباحة أنا مريض. هيا حاولت التدخل راجيا ألا يلقى المسن في البحر. كان بكاؤه يسحق القلب وهو يحكي عن حياته الضائعة. أعوذ بالله، وماذا فعلتم؟ ومن كل وحشية ألقوا بالعديد من الركاب في البحر، وشاهدنا بأم أعيننا توافد الأسماك الضخمة للولائم التي ألقاها المتوحشون الذين يقودون قاربا المطاطي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم ذلك كانت الأمواج تزداد، ويبدو أن قاربا بخاريا كان يتابعنا اقترب منا وألقى طوافات في البحر. ألقى بعدها الرجال القساة أنفسهم، وكانوا ثلاثة. نعم كانوا ثلاثة، ألقوا بأنفسهم إلى البحر ليصلوا إلى الطوافات ويسحبهم القارب البخاري ويبتعد بهم وسط ظهور من بقي من الركاب. وماذا فعلتم أنتم؟ حاولنا بالمجازيف المقاومة ومتابعة السير في الاتجاه نفسه. لولا جهلنا بالبحر وازدياد الموج قد ألقى بالقارب ومن فيه بعد أن انقلب في بحر هائج ورعب. تمكنت بصعوبة بالغة من إنقاذ عامر ابني وزوجتي التي كانت تحسن السباحة. حاولت إنقاذ الثمرة الصغيرة وهي تصارع الموت في بحر ازداد هيجانا. أعوذ بالله. خسرت صغيرتي يا أستاذ باسل، خسرت صغيرتي سمر. رحمها الله، رحمها الله. زال صوتها يرن في أذني. كان الله في عونك. بقينا في البحر نصارع الموت ونحن نرى الجثث موزعة هنا وهناك. القليل من نجا من الركاب في البقاء على قيد الحياة، حتى أتى أحد المراكب ليسعفنا وينتشل جثث الغرقى وأغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. كسرت السمر بذاتي. كان الله في عوني، كان الله في عوني. يا أستاذ مازن،
ألعن الساعة التي استمعت بها لمن وسوسني بالرحيل عن بلدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، من الذي وسوس لك بالرحيل؟ هناك العديد من الناس ينتشرون في المدن السورية والقرى، يشجعون على اللجوء ويضعون مبالغ لا تبدو كبيرة بالوصول إلى الأمان في دولة أوروبية، والعديد من الناس يعتقدون أنهم ذاهبون إلى الجنة في أوروبا المتقدمة كما يزعمون. أستاذ مازن، كأن هناك منظمات خاصة انتهلت هذا الموضوع، موضوع تشجيع اللجوء غير الشرعي لاقتناص المال وتفريغ البلد من شبابه ومن صناعيه ومهندسيه وأطبائه. بالتأكيد يرى ذلك، دول لا ترضى لنا الخير. وأين تعيشون الآن؟ أين نعيش؟ في مخيم يقدم لنا الطعام والمأوى، وكثيرا ما نعاني البرد وقلة وسائل التدفئة، ولكن لا بأس نتعلم الألمانية. وما زال الثمن الذي دفعناه بالوصول إلى هنا أكبر من أن نحتمله. وقد خسرت ثمر التي ضاعت جثتها في البحر، سمر حبيبتي الخزيرة. كانت هذه الرواية الحقيقية التي سمعها من لاجئ قد زادت من إحساسه بضرورة استخدامه لأهله عن طريق لم الشمل، وهذا ما حدث. وقد سمع روايات كثيرة من لاجئين ربما لو كتبت في قصص وروايات ونشرت لما صدقها الكثيرون لفظاعة حوادثها ومآسيها المرعبة. أتى بعض اللاجئين إليه يطلبون منه إيصال بعض الأموال إلى أهاليهم، وخاصة من شبان هاجروا وحدهم هربا من الجندية وبحثا عن مستقبل أفضل كما كانوا يعتقدون. وقد اعتذر من البعض ووافق على حمل رسائل البعض الآخر. كان من اللازم أن ترفض يا أخي بعض المناطق التي أرسلوا معك رسائلهم إليها، هي مناطق ساخنة لا تستطيع الوصول إليها. ولكنهم طلبوا مني وضعها في المناطق الهادئة عند بعض أقربائه. يا مازن، لا بأس إذا وفقك الله في هذه الرحلة الصعبة. أخي حاول أن تعود سريعا، سنظل ننتظرك بفارغ الصبر. أأنت خائفة علي يا قمر؟ قولي بصراحة. بصراحة لا أشعر بصدق رسالة سمير، هناك سر قد يكون شديد الخطورة عليك. ولكنه أخي، أمعقول أن أشك بأخي؟ ربما تغيرت. ولكنه لم يرضى لي العذاب والتعرض للخطر. إيه، أرجو ذلك. مرحبا. فريد. أهلا فريد. متى جئت؟ قبل ساعة يا قمر. استطعت أخيرا تدبير عمل في مطبعة بمدينة ميونخ. ميونخ؟ إنها بعيدة. لا بأس، ليست بعيدة ما دمت سآتي كل سبت وأحد. على كل حال المبلغ جيد، يكفينا للبدء بحياة جديدة. قل لي يا مازن، هل ما زلت مصرا على الرحيل؟ نعم يا فريد، طائرتي بعد غد. مازن، أنا زوج أختك وأقدر لك كثيرا ما فعلته لنا، ولكن هذه الرحلة لا داعي لها. أرجوك يا مازن، قلبي منقبض،
ولم أفهم شيئا من هذا النداء الذي وجهه لك سمير أخوك. كنت أحاول إقناعه بذلك يا فريد، ولكنه عنيد كما تعرف. اسمع يا ماذي، سمير أصبح بين الناس الذين بدأوا رحلة تخريب البلد، وربما أجبر على شيء ليقوم به. لماذا يستدعيك أنت؟ ولما تسافر إلى البلد وأنت غادرتها منذ 10 سنوات؟ لماذا أنت بالذات؟ ربما يحتاج لعون لإنقاذ نفسه وأسرته. حاولنا إقناعه بالمجيء معنا، ولكنه أصر أن يبقى في المزرعة يشرف على بيوتنا حتى لا تنهب وتدمر. هذه كانت حجته. تقول أمي إنه حتى الآن يحفظ كل شيء، والمسلحون هناك يرسلون له المرضى والمصابين فيعالجهم، لذلك يحترمونه. لا بأس، أرجو أن يكون ذلك صحيحا. سمير وزوجته وأولاده 3 هناك، ولديه ولدان في سن المدرسة. لماذا لم يقبل بعرض سيار بالخروج والحياة في العاصمة الآمنة؟ يفتح عيادة، يعلم أولاده، و... ربما لزوجته أسبابها للبقاء هناك. أنت تعلم مدى تأثيرها عليه. إذا يا مازن، كن حذرا في رحلتك. قل لي، ماذا عن جواز السفر؟ أي الجوازين ستستخدم؟ ليس الجواز الألماني بل السوري. تعلم أنني أجدده دائما، وآخر تجديد له خلال الأزمة مع بداية عام 2012. ما زال لدي وقت على انتهائه. وفقك الله، لك معارف كثير، لا خوف عليك، ولكن احذر جيدا من سمير، قد تكون وراءه قصة معقدة فيها خطر عليك. لا تقلق يا فريد، لا تقلق. وجد مازن نفسه في الطائرة المتجهة إلى بيروت. استغرقت الرحلة 3 ساعات قبل أن تطالعه أجواء بيروت وبحرها. كان الجو في نهاية شهر حزيران هذا العام، والطقس شبه حار في المنطقة. شعر بجلسة الموظفين في مطار بيروت، وخاصة تجاه أبناء بلده، ولكنه لم يكترث كثيرا، فكأن الدنيا كلها ضد أبناء هذه البلاد التي قدمت الإنسانية الكثير من الإنجازات الحضارية عبر آلاف السنين. خرج من المطار، كانت سيارة الأجرة تنتظره كما أكد له سيار أخوه. ولم تكن الرحلة إلى العاصمة متعبة كثيرا، رغم كثرة الحواجز التي تضمن أمن الطريق ومراقبته بدقة. وحين وصل إلى الطريق الذي يبدأ بدخول العاصمة، رن الهاتف إلى جوار السائق. أهلا أستاذ سيار، لقد وصل، هو معي الآن. تفضل دكتور، المصابرة لك. سيار، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. هل كانت الرحلة متعبة؟ لا، عادية، لم أرى أي متاعب، حتى على الحواجز كانوا لطفاء معنا. أنت تعرف الطريق الضاحية، أليس كذلك؟ ليس كثيرا، لا شك أن الأخ عماد يعرفه جيدا. تفضل أخي عماد. نعم أستاذ سيار، كما تشاء. أجل، عرفت المكان؟ نعم دكتور، لا تقلق.
تلقى سيار مكالمة من سمير أخيه يسأله عن مازن ومتى سيلتقيه في الضاحية وفي أي مكان، فرد عليه بحماس يكشف له عن المكان وعن شوقه للقاء مازن. توقفت سيارة عماد قريبا من المدرسة الأولى حسب ما اتفق مع سيار، وهبط مازن ومعه حقيبته، وأكد عماد أنه سينتظر حتى وصول سيار ليضمن وصوله وعدم وجود خطأ في المكان. توقفت سيارة سوداء مفيمة ممسوحة الأرقام إلى جانبهما. الدكتور مازن؟ نعم. أرسلني الأستاذ سيار لأصطحبك إليه. لماذا لم يأتي سيار؟ لديه عمل طارئ ينتظرك في البيت. سقط في أرض الدار ورجله شبه مكسورة. عفوا، من أنت؟ أنا جار الأستاذ سيار، طلب مني إحضار الدكتور. هيا أعطني الحقيبة. تفضل. لست مطمئنا لهذا الرجل. سأتصل بالأستاذ سيار. السيارة ذهبت بسرعة كبيرة. يا إلهي. ألو أستاذ سيار، أين أنت؟ دقيقة وأكون عندك. وقفت شاحنة في الطريق وبصعوبة أقنعت صاحبها بالابتعاث بعدما نقضته بعد المال. جاء السيارة، قال صاحبه أنك جار جاره أخذ الدكتور مازن منطلق بسرعة كبيرة. يا إلهي، ماذا تقول؟ لم أرسل أحدا. آسف أستاذ، آسف، يبدو أن جهة ما خطفت أخاك. ماذا تقول؟ يا إلهي، كيف عرف مكانكما؟ مستحيل، مستحيل. جن جنون سيار، وكانت نظرة سائق الشاحنة له وهو يبتعد بعدما عطل حركته غريبة. كان يبتسم كأنما ينفذ أمرا وهو ينظر باستخفاف إلى سيار. رفع السماعة يتلقى اتصالا من والدته. مازل معك؟ لم أصل إليه بعد. لماذا لم تخبر بضرورة شراء شريحة لهاتفك؟ نقاله يعمل في أي دولة، لديه هاتف يعمل في كل الدول، الآن خارج التغطية. لماذا لم أتصل به على جوال؟ لم أشأ أن يخسر مبلغا من أجل المكالمة. سأتصل بسمير. أين ذهبوا بماذا يا إلهي؟ لا أحد يجيب. عاد إلى البيت وهو يرتجف، أخبر والدته فانفجرت بالبكاء. خطفه ليطلب فديه. من تقصدين؟ واحد من الذين يزعمون أنهم جهة أمنية. مستحيل، سأتصل بالأمن الآن بصديقي الضابط حسن. ماذا سنقول لزوجته؟ لماذا لم يتصل بنا أولئك العزاز إن أرادوا فدية؟ اهدأ يا أمي، سأحكي مع العميد حسن. اهدأ الآن،
نحن نقترب من الحاجز. إن تكلمت بكلمة سأطلق النار من هذا المسدس المجهز بكاتم صوت وأقتلك. حاضر حاضر. أهلا شباب. المهمة من فضلك. لا تؤاخذني، إنها مهترئة قليلا. لحظة، لا تبدو واضحة. وأنت؟ لدي جواز السفر. أين معلمك؟ أنا في عجلة. اهدأ، سأتأكد من مهمتك. أنت أريني جواز سفرك. تفضل. جئت اليوم من مطار بيروت. لديك حقيبة أيضا؟ سنفتشها. شاهر، كيف حالك؟ أهلا سيدي، كيف حالك؟ سيدي، مهمته غير واضحة ومعه مسافر، يجب أن نفتش حقائبه. لا داعي لذلك، أنا أعرف معلمه، اتركه يذهب. شكرا لك سيدي. اسمع يا شاهر، قل لمعلمك إن ديوننا عليه أصبحت كبيرة، إن لم يرسل المال لن نسهل له مهماته القادمة. أمرك أنور بك. اذهب يا شاهر، سلم على معلمك. لن أنسى يا سيدي. يبدو أن الرجل يتعامل مع الجهة الخاطفة. هل هو من رجالكم؟ يتعاون معنا بشكل سري، لو عرف به رؤساؤه لأعدموه. أين تأخذني الآن؟ لترى شخصا عزيزا عليك. ما الذي يجري؟ لا أفهم شيئا. لفت السيارة منعطفات كثيرة وأزقة، وخرجت في منطقة فيها الكثير من الأبنية المهدمة، واجتازت الشوارع الضيقة، ثم توقفت في حديقة كبيرة لمنزل ضخم. خرج رجال مسلحون من أماكن كثيرة، وهم يحملون البنادق الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة التي يمكن حملها باليد. لم يعرف مازن المنطقة بعد، ولكنه بحسه شعر أنها تشكل جزءا من ريف العاصمة. كان يرتجف من الرعب، وقد شعر أنه يدخل في معاناة مرعبة. كانت أشكال المسلحين أشبه بأشباح رعب. أهلا بك يا شاهر، جئت بصيدك دون صعوبة؟ نعم يا سيدتي، هو بين أيديكم الآن. أبدلوا لي هذه المهمة الشبه المهترئة، ولو لم يأتي أنور في الوقت المناسب لاعتقلني الحاجز هناك ولفشلت العملية. لن تفشل، وأنت ستفجر نفسك. السيارة تمر على حواجز كثيرة، أنا لا أحمل مواد متفجرة. ولا حزام ناسف. لا يا سيدتي، حذرني مولانا بأن أكون دقيقا في العملية. خذ أسيرك إلى المعلم، هو ينتظر. برعاية الله يا بطل. شكرا لك سيدتي. تفضل يا دكتور. لا تدفعني، سأنفذ ما تريد. الحقيبة والأغراض بين يديك يا سيدتي، سلميها لأم البراء. عظيم، حاضر، سأسلمها لأم البراء كي تفتشها جيدا. تفضل يا دكتور. ها، جئت أخيرا يا شاهر. خدامك يا سيدي أبا البراء، وهذا هو الدكتور مازن. حقيبته وأغراضه بين يدي سيدتي. عظيم، لابد وأن لديه مبلغا كبيرا.
تفضل يا دكتور. من أنتم ولماذا جلبتموني إلى هنا؟ لا عليك، هناك من خطط لجلبك إلينا، وهو أخ مؤمن بعقيدتنا ومخلص لها. لحيته الطويلة وعمامته وبطنه الممتلئ وعباءته، كأنه قدم من التاريخ إلى هذا العصر. أحضر الدكتور أبا المغيرة. أنا هنا يا مولاي. أهلا بك، تفضل. كيف حالك يا دكتور مازن؟ ألم تعرفني؟ بخير بخير، لم أعرفك بعد. معقول، لقد راجعتني أكثر من مرة. من أجل حمل زوجتك. ألم ترزق بأولاد بعد؟ كان ذلك منذ سنوات وقد كبرنا. معقول؟ أنت الدكتور رابح؟ نعم، أبو المغيرة، أبو المغيرة الذي التحق بصفوف الثوار للدفاع عن العقيدة. يا إلهي، كان علمانيا عنيبا، الذي حوله. لماذا تم خطفي يا دكتور رابح؟ لابد وأن في الأمر سوء تفاهم. ليس هناك سوء تفاهم، فعلا أنت بيننا الآن ولن تخرج حيا إلا إذا عفونا عنك. ما الذي فعلته من جريمة حتى تعفو عني؟ أنت تعيش في بلاد الكفرة منذ سنوات، تفعل كل الموبقات المحرمة وتتعامل مع الكفرة هناك دون شعور بالذنب. وما الذي ستفعلونه بي؟ أنا لم أرتكب جرما. أحضروا أبا عبيدة، هو الذي سيتفاهم مع هذا المارق. اسمح لي أن أحضره بنفسي، هو ينتظر خارج المنزل منذ نحو ساعة. لا بأس. كانت أم البراء قد عثرت على مبالغ مالية باليورو، وعلى بعض الهدايا وأجهزة كهربائية صغيرة وكاميرا وجهاز هاتف نقال، ثم دخلت إليهم. ماذا يا أم البراء؟ ماذا لديه؟ لديه 8,000 يورو، بعض الأشياء الثمينة الأخرى فقط. معقول؟ ألا تحمل مالا يا دكتور؟ المال في الحقيبة، ولا أحمل في جيبي سوى عملة سورية قليلة. تعال إلي سأفتشك. دع أبا عبيدة يقوم بذلك العمل، سيكون بذلك إذلالا أكبر له. معك حق. أبو عبيدة يا سيدي أبا البراء، فليتفضل. أهلا وسهلا. دخل رجل شاب ملتحي يرتدي العمامة والعباءة ويتمنطق بالسيف. كانت ملامحه غير واضحة تحت النور الخفيف في الغرفة لأول وهلة. تقدم منه أبو عبيدة وهو عابس الوجه، يقطر وجهه بالسم كما يقال. نظر إليه بتمعن ثم قال: أهلا أهلا بك بيننا يا مازن. أهلا بك يا أبا عبيدة. يبدو أنه لم يعرفك بعد. من هو؟ أنا لم أعرفه بعد. ستعرفني جيدا يا مازن. مستحيل. أنت؟ نلتقي في الأسبوع المقبل مع أحداث جديدة من هذه القصة الحقيقية. نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. كانت حلقة اليوم بعنوان
يحدث في الهزيع الأخير. ظواهر مدهشة، المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس، وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي.